قبل يومين خرج صاروخ من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية، وهو الأول منذ انتهاء العدوان الأخير. لوحت به الفصائل الفلسطينية بإمكانية عودة التصعيد مع إسرائيل في ظل تشديدها للحصار ومحدودية الاستيراد والتصدير عبر المعابر. وفي المقابل يبدو أن إسرائيل التقطت هذه الرسالة وأعلنت عن رفع بعض القيود على الحركة التجارية والسماح لألف تاجر من غزة بدخول إسرائيل عبر معبر بيت حانون بشرط تلقيهم لقاح كورونا. إسرائيل ما تزال تستكمل حربها على قطاع غزة وابتزاز المقاومة الفلسطينية وابتزاز السكان المدنيين الفلسطينيين بربط كل الشروط الإسرائيلية فيما يتعلق بالجنود الأسرى المفقودين وعملية الإعمار من أجل الضغط على المقاومة الفلسطينية. لأكثر من 75 يوما بعد العدوان الأخير تفرض إسرائيل قيودا صارمة على معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد في القطاع، حيث لم تتجاوز نسبة العمل فيه 10% مما كانت عليه قبل العدوان. أصدر تصريح لحوالي 1000 تاجر فلسطيني بالإضافة إلى 350 بطاقة أمسي مع إمكانية تصدير بعض السلع من قطاع غزة مع بعض الواردات. أنا باعتقادي أنه لا يتعدى كونها ذر للرماد في العيون، وبهدف تخفيف الضغوط التي تمارسها أو يمارسها الأشقاء المصريين على إسرائيل، بهدف تخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة. كافة التسهيلات التي تروج لها إسرائيل تأتي في إطار الفتح الجزئي للمعابر بشكل لا يعول عليه كثيرا في تحسين الأحوال الاقتصادية في القطاع. نحن لا نتحدث بشكل إيجابي عن هذه التسهيلات باعتبار أن فتح المعبر بالكامل هو مطلب حقوقي وإنساني واقتصادي واجتماعي، ويجب أن يتم بلا مساومات. إن زيادة التسهيلات وتخفيف الحصار يبقى مشروطاً باستقرار الوضع الأمني بين الفصائل وإسرائيل، وهو ما لا يضمن بقاءها لمدة طويلة. لم يكن العدوان الإسرائيلي الأخير المسبب الأول للانهيار الاقتصادي في القطاع، بل الحصار الإسرائيلي الممتد منذ 15 عاماً، فإسرائيل ما زالت تمنع دخول مواد البناء وتربط ذلك بعودة جنودها المحتجزين لدى حركة حماس. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.